اتوقع ناس راح اوقع. طيب هاي وقعنا. اوكي 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 كان زبطت. ليتس جو زبطت. ليتس جو. الحياه اللانهائيه طلعت مش مجرد كذبه، ما طلعت بالخيال، طلعي بامكان نقدر نعيش مره ثانيه. اكتشفت سر بيخليك ما تموت بفري فاير، وطبعا مو جليتش، ولا محتاج تغير ملفات اللعبه، ولا محتاج تبند حسابك، محتاج بس انك تركز معي من بدايه الفيديو للنهايه. وخليني احكي لكم شو اللي صار. قبل فتره انا عملت فيديو عن شخصيه سونيا وحكيت كيف انها الشخصيه هاي راح تغير اللعبه، خصوصا انه قدرتك تخليك ما تموت. للناس اللي ما حضروا الفيديو، قدره شخصيه سونيا بكل بساطه لما تموت راح تخليك عايش لمده 3 ثواني مره ثانيه، وخلال هاي 3 ثواني اذا قتلت لاعب راح ترجع تعيش بشكل طبيعي. ومن هون بلشت المشاكل. مبدئيا لما لعبت بشخصية سونيا كانت عن جد بتحل مشاكل كبيرة، وفعليا عن جد تطلع لو انك انت متت وانت بنص الفايت بامكانك ترجع تعيش. ثواني خلي هذا يقتلني مثلا عشان اوريكم كيف. اوكي هي قتلني، بامكاني ارجع اقتله وهيني عشت بشكل طبيعي. بس فعليا من بعد التجربة حسيت انه في مشاكل، مثلا اني لازم استنى الكول داون تايم عبين ما يخلص، واحيانا بخلص من فايت وبكون الكول داون تايم لسه مش مخلص. هي اول مشكلة. ثاني مشكلة انه لو الكول داون تايم خلص وحتى لو القدرة مفعلة معي، احيانا بواجه مشكله ثانيه، احيانا ما بيكون معي الوقت الكافي علشان اقدر اقتله. والمشكله الاكبر انه اللاعبين حاليا قاعدين يتعاملوا مع شخصيه سونيا بطريقه ثانيه. تقريبا معظم اللاعبين صاروا عارفين انه شخصيه سونيا راح تخلي اللاعب اللي ضده يقدر يعيش لفتره من الزمن، فعشان هيك بيحاول انه يتخبى لاكبر وقت ممكن. فهذا اللي خلاني اخسر مره ومرتين وثلاث. والمشكله انه مش حل بالمره اني اتخبى، لانه بالنهايه معي بس 3 ثواني وراح ارجع اموت. الحل الوحيد بس انك تهجم على خصمك، والمشكلة انه خصمك معظم الحالات رح يكون متخبي بيستناك عبين ما تموت، او بأسوأ الحالات انه يرجع يقتلك مرة ثانية. ففكرت كثير بحل هاي المشكلة، وبعدها خطرت ببالي فكرة جهنمية. بدل ما اهجم على الخصم واعرض حالي للخطر، لا رح اعمل العكس تماما، اني رح اتخبى ومعلش خلي 3 ثواني تخلص ورح اموت. يا دراجونوف ايش قاعد تسوي؟ طب ما انت هيك رح تموتنا. لا لحظة شوي، في ترك صغير في الموضوع، انه رح يكون معي الافق او الهوريزونتال لاين او مش عارف بصراحة شو اسمه، بس الاداة البيضاء رح تخلي تقدر تعيش حالك. فكرة خرافية، خلينا نجربها. اوكي انا حاليا راح احل كل مشاكل هاي الشخصية عن طريق الافق، وخلاص هيك بتكون الخطة نجحت. كل اللي علي اني اجمع توكن واروح على الماكينة واشتري الافق. بس لحظة شوي، الافق ما بنباع من هون. وهون واجهتني ثاني مشكلة، اللي هو من وين اقدر اجيب الافق. طبعا نزلت عدة جيمات لحتى استكشف، وبعد ساعات طويلة من البحث والاستكشاف اوكي اعترف دورت على جوجل ماكينات اللي دروب واخر ليفل من اللي دروب المطورة. هذول المكانين الوحيدات اللي بامكانك تجيب فيهم الهوريزونتال لاين او الافق. ما بعرف اذا له علاقه بالتحديث الجديد ولا لا، بس انا حاليا لعبت جيم كلاسيك كامل وما نزل لي ولا دروب مطوره ولا حتى ماكينه دروب. جربت على السولو، جربت على السكواد، ما زبط. فعشان هيك انا حاليا قاعد العب رانكد وبدي احاول الاقي اللي دروب المطوره او على الاقل ماكينه اللي دروب. ومن حظي انه اول ما نزلت على لعب جيم الرانكد نزلت لي اللي دروب جنبي. متخيلين هي اللي دروب راح تنزل هسه وبدي اجيب منها الهوريزونتال لاين. بس خلينا نستنى قبل ما تنزل عشان نجرب الفكره. في واحد هناك قاعد ينط، اتمنى انه ما يشوفني. ايوه كويس روح هناك، روح ابعد ترك الدروب المطور الي. مبدئيا هو مش موجوده بس بالدروب المطوره، لازم تطورها لاعلى ليفل، فاحنا راح نستنى اول ليفل عبين ما يخلص. اوب 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 لسه ما بلشت سبينه كل الناس. المشكله انا مش شايل لوت مثل العالم، معي بس بي اس اس اكس. طيب خلينا نطور، خلي ليفل 1. اوكي حلو نزل لي دراجونوف، بس مش هذا هو هدفنا هو الليفل الاخير، لازم ينزلنا فيه الهوريزونتال لاين. في ناس على فكره كانوا قاعدين يقاتلوا هناك وناس كانوا قاعدين يقاتلوا هناك، حرفيا ما بلشوا قتال الا لما نزلت الدروب المطور. انا خايف ان اظل عينهم على الدروب المطور زيهم. اوكي هينا جبنا الهوريزونتال لاين، حلو هسه بامكاننا نجرب القدره. اوكي في واحد كان يرمي قنابل هون، تعال انا لاول مره بدي حد يقتلني. ايوه خليه يقتلني. ثواني انا بدي اجربها زي هيك، ثواني خليني نقاتله مثلا هيك. اوكي للاسف انه بوت، لازم نساعده يقتلني. مشكله معيش قنابل، حاب اساعدك تقتلني. اوكي خلينا نرمي الدرع والخوذه. تمام اوكي اجانا ناس من جهتين، ولكن الفكره بكل بساطه اني اتخبى واستخدم الهوريزونتال لاين. اوكي هسه هذا شكله مش منتبه اني انا قاعد استخدم الهوريزونتال لاين. لا انتبه اوكي خلينا نقتله. اوكي اوه متنا اوكي الف
الفكرة إلى حد ما زبطت، ولكن بعد التفكير في الموضوع اكتشفت أنه فيها عيوب. أول إشي، أنت محتاج أنك تطور الدروب المطورة لآخر ليفل، واللي هو يعتبر إشي مش سهل أنك تسويه. أنا من حظي نزلت الدروب المطورة بالبداية، ولكن مو شرط أنك تقدر أنك تحصل الدروب المطورة كل مرة تموت فيها. فعشان هيك ليش ما نجرب نجيبها من ماكينة الدروب؟ فكرتي حاليا إن نستنى ماكينة الدروب عبين ما تنزل ونشتري منها قد ما نقدر من الأفق. عشان هيك عبين ما تنزل الماكينة راح أظل أجمع توكنات قد ما أقدر. هاي نزلنا هون، وأساسا إحنا نزلنا على توكن. خلينا نكمل تجميع عبين ما تنزل ماكينة الدروب. أوكي، وأنا بجمع التوكنات من حسن حظي إن لقيت ماكينة الدروب، فراح نقدر هسا نجيب عدد كبير من الأفق. أوكي، كان في واحد عندي، واحد عندي. وين وين جاب؟ عمري. موت موت. خلي موت. خلاص خلينا، احنا مهمتنا هسه ماكينة الدروب. لا لحظة شوي، في ماكينة دروب ثاني هناك قريبة. اوه من هول يا لما تنزل الماكينة، عفوا في دروب مطور، في دروب مطور هون قريبة. عبين ما تنزل ماكينة الدروب راح يكون مجمعين عدد كبير من التوكنات. طيب بس ثواني، هذول بلش يتجمعوا علي. انا عندي هسه، والله انا ملاحظ هاي الشغله من اول ما اجي عند ماكينه دروب كل الناس تجتمع عندي. اوكي في عندنا هاي، لازم تنتعس. اوكي هاي هيك خلصنا منهم، خلينا نروح على الدروب الثاني. اوكي في ماكينه دروب هناك نزلت، هي هناك بي بعيده شوي، بس مش مشكله، انا هي معي سياره بامكاننا نوصلها باسرع وقت. اوكي انا خايف انه هناك تلاقي كل الناس متجمعين عليها زي ما تجمعوا علي على الدروب المطوره، بس يلا مو مشكله، معنا كثير توكنات، معي 2000 توكن. صراحه انا ما بعرف قد ايه حق الافق، بس اتمنى ان نقدر نشتري اكثر من واحد. احنا اساسا معنا واحد على فكره من الدروب المطوره. خلينا نروح هيك، المشكله انها برا الزون. الله هي برا الزون، في ثنتين برا الزون، بس في هاي قريبه، هاي قريبه نروح نحاول نشتري منها. اوكي هينا وصلنا لها، اتوقع ما في ناس حوالينا لانه احنا اساسا بنص الزون، مين بده يكون جاي عندنا. طيب وصلنا له، طلعوا الناس والله متربعه على العرس. طيب خلينا نشتري الافق. لحظه شوي بطلوا يبيعوها بالماكينات. لا تمزح، بطلت موجوده بالماكينات الافق. ثواني معقول نلاقيها بس بالدروب المطوره؟ طيب ثواني، في دروب مطوره ثانيه عندنا هون. طيب كيف بيقولوا انه الدروب المطوره فيها الافق؟ على فكره في واحد اخذ الدروب المطوره موجوده هون، واحد اخذها. ثواني خلينا ننزل، انا نازل له بالسياره، اه في سكواد عندي. وقت اتحركي، السيارة علقت. اوكي طيب اوكي، مشكلة هون ما بقدر انزل، هاي المنطقة كثير مرتفعة. اتوقع ان الافق كان ينباع بالماكينات بالتحديث القديم، ما بعرف التحديث الجديد تغيرت فيه اشياء كثير، يعني حتى على مستوى الافق بطلت تقدر تشتري من الماكينات اساسا. طيب معلش مبدئيا هيك الخطة خربت على الكامل خربت، فما لك حل الا انك تلف على الدروبات المطورة. لحظة شوي، في مصيبة ثانية موجودة هون كمان. هسا انتبهت انه ما بامكانك تشيل الا افق واحد طول الجيم، يعني حتى لو كانت تنباع بالماكينات خطتنا فاشله من البدايه لانه ما تقدر تجيب الا واحد، يعني بمعنى اخر ما تقدر تستعمل هاي الخطه الا مره واحده. طيب خلينا نشوف هسه هيك نستعملها. اوكي دام متنا نيجي هون، اوكي نستنى نموت بعديها نستعمل الافق. على فكره المشكله انه الخطه شغاله منيح كمان، بس فيها ثغرات، يعني لازم نحلها. اذا تحلينا هاي الثغرات عن جد رح نقدر نعيش للما لا نهايه، رح تقدر تضلك تموت وتعيش طول الجيم بدون اي مشاكل. بس شكرا، الموضوع هذا صعب او يمكن مستحيل انه يتحقق. وبعدها فكرت وكنت على وشك اني استسلم، لحد ما تذكرت شغله مش متاكد منها بس مش غلط نجرب. انتبهت ان مشكلتنا مش بشخصيه سونيا، مشكلتنا بان ما نقدر نعيش حالنا بطريقه سهله. بعدين لما انتبهت على الموضوع تذكرت ان في عندنا شخصيه بتقدر تعيشك، اللي هي شخصيه ديمتري. انا مش عارف ليش كان ببالي انه شخصيه سونيا وشخصيه ديمتري الثنتين اكتيف ما نقدر نحطهم مع بعض، بس لا، شخصيه ديمتري اكتيف وشخصيه سونيا باسيف. شو راح يصير لو دمجناهم الثنتين مع بعض؟ لما تموت سونيا راح تروح تتخبى وبعدها تشغل قدره شخصيه ديمتري، بس المشكله انه محتاجه تجريب لانه ديمتري يمكن ما يشتغل معك اساسا بالسولو، وممكن لما تكون بشخصيه سونيا يعتبروك ميت وما تقدر تفعل باقي القدرات. كل الاجوبه هاي راح نعرفها بعد التجريب. انا حاليا ارتفعت معنوياتي مليون. تعرف اذا زبطت هاي الفكره راح نكون حلينا كثير مشاكل. اول شيء لانه الدروب المطوره والماكينه اللي دروب صعب كثير انك تلاقيهم بدايه الجيم، يعني وما بتقدر تشيل الا هوريزونتال لاين واحد، والاكبر من هيك انه ما تقدر تجيبهم الا بالرانكد. عارف انه في كثير لاعبين بيلعبوا كلاسيك، عشان هيك لا لازم نلاقي خطه تزبط على كل الحالات. صحيح لساته ما تاكدنا اذا رح تزبط معنا ولا لا، بس انا كثير متحمس، معنويات ارتفعت للسما، مش عارف كيف رح اركز في الجيم. انا كنت على وشك اني استسلم واقول خلاص الغي الفيديو، خلاص الفكره مستحيل تزبط، ولكن خلينا نجربها هسه. مبدئيا معنا شخصيه سونيا، في واحد عندي هون مش عارف اذا اللاعب ولا بوت، خليه بس يجي علي. اوكي تعال 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 فنسني يا اخي، اليوم غريب، اليوم هو اليوم الوحيد اللي انا نفسي الناس تقتلني. تعال تعال اقتلني اوكي
قتلني. طيب فعلنا القدرة قتلني على السريع. اوكي لما نزلت مرة ثانية لقيت هذا الشخص اللي قتلني قبل شوي وتهيم معي، والله انه شخص كثير خرافي، بس المشكلة مش وقت التتييم، انا لازم اجرب القدرة. انا بصراحة خايف اني اجرب القدرة عليه بصراحة، لانه طلع بني ادم كيوت فتح لي حتى الخزنة ولوت وتركني الون. والله اظن انك بني ادم خرافي، اقسم بالله انك بني ادم خرافي. انا لازم اروح ادور على شخص ثاني بصراحة، نفسيتي مش سامحيت لي اني اقدره. اوكي فبدي اروح ادور على شخص ثاني. اوكي لقيت اثنين قاعدين يتقاتلوا هون، خلينا نجرب الفكرة مع بعض. طيب خليهم يقتلوا. طخ علي يا حبيبي، طخ عليها، طخ علي، طخ علي. ايوه خليه طخ علي، بس خلينا الاقي لنا كفر منيح. تمام طيب يلا طخ طخ يا حبيبي، طخ مشان الله، طخ مشان الله، طخ. طالما اكثر ما اكثر الناس اللي بتطخ، بس ولا واحد قادر يدمسني. يلا يا عمي يلا. ايوه وقعني، وقعني مشان الله، مشان الله وقعني. طيب اتوقع الناس راح اوقع. طيب هينا وقعنا. طيب تمام نشغل قدره ديمتري. اوكي كان زبطت. Let's go! زبطت! Let's go! الحياة اللانهائية طلعت مش مجرد كذبة، ما طلعت بالخيال، طلعي بإمكان نقدر نعيش مرة ثانية من دون لا هورزنتال ولا أفق ولا أي إشي. طلع كل اللي عملناه إن إحنا لعبنا بقدرات الشخصيات. Oh my god! طلع هذول اللي قتلوني قبل شوي. Oh my god يا ربي! واو لا 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 عن جد واو أقسم بالله العظيم أنا كنت على وشك إني أقول إنه خلاص مستحيل، بس بعد ما جربنا هاي التجربة زبطت، خلاص زبطت. صحيح أنا كنت متحمس كثير إنها زبطت وكنت كثير مبسوط، وفعليا احنا انجزنا انجاز كبير لحد الان، بس في مشكلتين صغار. اول مشكله انك لما تستخدم قدره شخصيه ديمتري محتاج 5 ثواني علشان تعمل لحالك ريفايف، ممكن الخصم يقدر يدخل عليك ويقتلك على السريع قبل ما تلحق تعمل ريفايف لحالك. بس لحظه شوي، هاي يمكن ما تكون مشكله كبيره، لاني ذاكر ان شخصيه ديمتري عندها تعاون مع شخصيه ثانيه ذكرته شويه، شخصيه ثيفا عندها قدره خاصه مع شخصيه ديمتري، واللي هي انها بتخلي سرعه الريفايف اسرع ب 70 مره. واحنا فعليا جربنا هاي القدره قبل هالمره على القناه، فاذا ما كنت مشترك في القناه انزل تحت واشترك هسه. اوكي حاليا انا عملت قدره لا تقهر، بس لسه ما نقدر نحكم الا لما نجرب. اوكي بصراحه انا حاليا جدا مبسوط لاني توني نازل الجيم وبامكاني اني اجرب القدره، مو مضطر اني ادور على اشي ولا ادور على لوت، بس كل اللي علي اني الاقي لاعب يقتلني. انا بصراحه طول عمري كنت اعرف انه قدره شخصيه ديمتري مع شخصيه ثيفا قدرتين فعليا خارقه، قدرات قويه مع بعض. تخيل انك انت بامكانك تعمل ريفايف لحالك ولاصحابك، وطبعا للعلم ثيفا مع ديمتري للناس اللي ما بيعرفوا راح يخلي سرعه الريفايف بثانيه واحده، متخيلين قديش السرعه ثانيه واحده؟ بس كانت مشكلتها الوحيده انها قدرة بتساعد اصحابك اكثر من انها تساعدك، هي قدرة فعليا للعمل الجماعي. والمشكلة الثانية انه ممكن انك انت تقاتل وتموت وتنسى انك تفعل القدرة. حاليا جمع هاي الشخصيات كلها مع بعض راح يخلي هاي القدرة نارية. اوكي مبدئيا لقيت واحد بس يا حرام تايه مش عارف من وين ينزل. اوكي تعال خلينا نزلك يا حبيبي، تعال روح ارجع على اللوبي. طيب في لاعب هون قاعد يعري، تعال اقتلني هيني انا يلا اقتلني. اوكي في واحد وراي كمان. طيب خلينا نحط الثلج عشان يتخبى. طيب اقتلني يلا اقتلني. لا التاي مش معي، اقتلني بدي اقتلك انا. اقتلني يلا اقتلني يا عمري اقتلني، التاي مش معي. شوف ايش كنت تنازل بداية معي بالجيم. ايوه اوكي هي قتلني. بنفعل القدرة زي هيك. اوكي لا لحظة شوي مش اخذ 5 ثواني. لحظة شوي في مشكلة، قدرة شخصية ثيفا ما تفعلت. اوكي لا هي اوكي لحظة شوي في اشي غلط، شخصية ثيفا لساتها مفعلة ما اخذت. بعدين اللي اكتشفته انه من بعد التحديث شخصية ثيفا للاسف بتساعد بس اصحابك، اما انت لا ما بتساعدك، يعني لو انا كنت قاعد تلعب سكواد راح تعيش اصحابك بثانية، بس انت لازم تعيش حالك ب5 ثواني ولا كأنها القدرة تفعل، فعشان هيك لازم نشوف لنا شخصية ثانية. فزي ما انتم شايفين هون صاحبي وقع، طلع لما اعيشه خلال ثانية واحدة يقدر يعيش، بس انا للاسف لازم اعيش بعد 5 ثواني. شوف صحيح انه احنا كنا متوقعين هاي الشخصية راح تحل لنا مشاكل كثير، ولكن المشاكل بامكاننا نعوضها بشخصيات ثانية. مثلا بامكاننا نحط شخصية فورد اللي راح تظلها تزيد لنا 10 في الدم بعد كل ما نتدمج، ونضيف عليها كمان شخصية ليون واللي راح يزيد لنا كمان 60 في الدم بعد ما نخلص فايت. اتوقع انه هيك صارت عندنا شخصيات جاهزة، بس لسه ضايل عندنا المشكلة الثانية اللي هي انه كل هاي الشخصيات محتاجة كول داون تايم. بصراحة شخصية ديمتري مش محتاجة هذاك الوقت الطويل، ولكن شخصية سونيا إلى حد ما متوسط، بس احنا بامكاننا نحلها
المشكلة عن طريق الحيوان الأليف. بإمكاننا نروح على الحيوانات الأليفة ونغيرها للحيوان الأليف اللي اسمه روكي أو الراكون. هيك حاليا صار عندنا شخصية لا تقهر. خلينا نروح نجربها. أنا حاليا نازل على البيك وكل هذول الناس نازلين معي من دون أي خوف ولا أي توتر، لأني عارف إن كل مرة رح أموت رح أقدر أعيش مرة ثانية. طيب خلينا نشوف النازلين معنا هون. أوكي نزلنا على سكار. يلا بدي أشوف مين بده يقرب علي نفسه. الأول راح أوكي. الثاني في واحد نازلون في كثير. أوبا الثاني راح. ليتس جو. اللي بعده أوكي. شوف شو هاي كيف. ليتس جو الثالث. تونا نازلين صرنا جايبين ثلاث كل. اللي بعده هاي. يا سلام شوتجن. حلو. أوه في ناس بتقاتل هناك. واحد كمان تو نازل جاي مشارك. تعال ولك. وين رايح تعال. ربش. فيش مجال للهرب. اوكي في واحد جاي علي كمان هون. اوكي ضل طلقتين بالسكار. بس ترى على فكره يا اخواني السبب اني انا قاعد العب بثقه كثير عاليه. ما مش خايف اني اموت عادي. طبعا في واحد كمان عندنا هون. تعال بعد قلبي. تعال تيم مين مش عارف هو كان تيم ولا ايش. ثواني معي طلقتين سكار بس. طيب خلينا نروح نجي لاقي لنا طلق سكار على الاقل. ما حسبت حساب انه يخلص الطلق معنا كمان. في واحد تو نزل. هيا تعال يا ابن الحلال. راح ابن الحلال راح. وين اللي بعده طلع. نازلين سبعة كل تونا نازلين على البيك. تعال يا قلبي تعال. وين رايح تعال يا بعد قلبي. اللي بعده 8 كل. ليتس جو. ولك سيطرنا على البيك بكل سهولة. الحلو الموضوع انه انا المفروض انزل اجرب هذا الجيم عشان اشوف اذا شو راح يصير بس اموت. بس الحلو الموضوع اني انا مش راضي اموت. مش قادر اموت. يا الهي هذا اللي بصير لما تلعب ثقة عالية. هذا اللي بصير. انا قاعد العب بدون خوف من الموت. بدون عادي لو موتت عادي في مليون حل. كلهم متخبيين خايفين يموتوا الا انا. انا الوحيد اللي مش ماكل هم هالموضوع. تعال روح. وين رايت؟ يا بعد قلبي. جي جي. اللي بعده اوكي. وين بتخ قاعد. يا بعد قلبي 11 كل. او ماي جاد 11 كل في 3 دقائق يا اخوان. حرفيا هذا لحاله رقم قياسي جديد. انا قاعد احقق حاليا ارقام قياسيه. واحد على فكره رجع بالبيك. بدي اعيد اصحابه. بدي اشتري من الماكينه اي شيء. وينك توني شفتك بالسكانر. وين رحت؟ اوكي في واحد بتخ علي قاعد. واقعد تخ علي قنابل. يا بعد قلبي ما هو للاسف انا معي كمان لانشر. اوكي في واحد ثاني من الجهه الثانيه كانه. تعال يا ضعيف. فكر حالك تقتلني. انا بموتش. ساي مع الهيد. يا سلام. هوني وين اللانشر تبعه؟ تعال ابو السياره هذا قاعد يفحط. تعال ابو السياره علي. هدات ولك هاي الهدات لما نزل من السيارة. وين رايح جي جي. طلع حط ثلج قدامه بدل وراه. والله اسطورتي. يلا اللي بعده يا اخوان. ما حد قادر موتنا اخوان. هسه انا المفروض اني انا لما اموت اقدر اعيش حالي. بس وصلنا لدرجة انه ولا واحد موتنا. في ناس هناك هذول. انا قاعد ادور على حد يقتلني. بدور على حد يقتلني مش لاقي. في واحد انا جعبل تهبل عليه. جعبل يخليه يقتلني. هذا كيف بده يقتلني هذا؟ كان عند النت. ولك والله اسطورتي. والله العظيم اسطورتي. خلينا نروح على اللي بعده. في واحد هناك ثاني على السكنر. يلا رقم قياس جديد. اسرع جيم في تاريخ فري فاير. يا بعد قلبي تعبي دم. ليش قاعد؟ ولك انت خلاص متت. جي 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 جي. اوف وقت تسرق مني الكل. وريني وجهك وقت تسرق مني الكل. ولك دكتورك بنفس الطريقة سرقت مني الكل فيها. ابلع معنا 16 كل اخوان الاقل لنا 8 دقائق بنصور. 8 دقائق بس الجيم صار له 16 كل. يعني تقريبا كل دقيقة في كلين. اوكي في واحد هون هذا يمكن فيه امل انه يقتلني. والله ولا عمره يقتلني. طلع كم مشاهد؟ 20 مشاهد. عايز تعال اوريهم السر. دكشف السر لل 20 مشاهد اللي عندي حاليا. تعالوا اكشف لكم السر. بس خليني اشلح الدرع والخوذه. اوكي تعال اكشف لكم السر. تعال اوريكم السر. تعال خلينا نقتل حالنا. بطل في حد يقدر اوكي. لا حطينا كثير الغام. اوكي طيب تعال خلينا نحط قنبله. بدنا قنبله. طيب نفجر حالي قدامهم اوريهم السر. اوكي متنا. بنروح نحط القدره زي هيك. بنموت.
ونرجع نعيش حالنا. شايفين تعلمتوا السر؟ عرفتوا السر؟ اوكي اذا ما فهمتوا روحوا احضروا الفيديو كامل على القناه. اتوقع في واحد حوالي ترى. تمام؟ هاي 19. اوريكم الحركه طيب. ضايل اخر واحد بالجيم. بدهم يشوفوا نهايه اخر واحد بالجيم. شايفين كيف؟ لا هاي بطل تطلع. يا اخي انا طول عمري ضعيف بالريفيرس يعني كمان بفري فاير والله ما هو منطق. ضايل اخر واحد. اخر واحد. اخر ضحيه. اوكي الضحيه الاخيره. اوكي تركنا يقتلنا عادي مش مشكله. بالنهايه وهيك نكون عملنا الشخصيه التي لا تقهر. هيك عملنا شخصيه مستحيل تخسر فيها. تخيل انك انت كل مره بتموت انت رح تقدر تعيش بطريقه ما، شو ما كان الظروف، شو ما كانت الحاله، شو ما كان معك لوت رح تقدر تعيش دائما. وهيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، واستنوني بالفيديوهات الجايه لانه هذا مش الاختراع الوحيد اللي راح اخترعه بفري فاير، لسه في اختراعات لقدام. قريبا راح اعمل على شخصيه مستحيل تضيع فيها هيد شوت، فعشان هيك اتاكد انك مشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار لما ينزل الفيديو، ولا تنسى تحضر الفيديو اللي نزلت لكم اياه على قناه دافنشي الموجوده هون. وبالنهايه معكم دراجونوب ودمتم في رعايه الله.